متابعي ومتابعات قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في البث المباشر. نعم، من مدينة أسافي وحنا في المدخل الرئيسي ديال الشاطئ لالة فاطمة، تراب جماعة تحت حرارة. تحية مسائية لكم متابعينا ومتابعينا الكرام. كنقول لكم حاليا هذه الأجواء الجميلة والرائعة وهذه المناطق الخلابة هنا من الشاطئ لالة فاطمة في إقليم السود طب جماعة تحت حرارة عرفت الشعب طار بأننا يتنغن ناخدو مشاهد ديال التصوير من الجنب ديال هذا اللي داخلين ليه، هو واحد من بين اجمل الشواطئ المتواجده في اقليم اسفي. للاسف باقي ما حصلش على اللواء الازرق، وايضا ان المدخل ديالو على قد الحال بزاف، ولكن في نفس الوقت فهو كيتقابل وجهه رئيسيه للزوار ديال اسفي، خصوصا الناس المحترفين ديال رياضه ركوب الامواج اللي هما السرف، وايضا على مستوى الناس اللي كيبغيو يجوا يدوزوا اوقات زوينه، شاطئ زوين، المياه ديالو رائعه، الناس كترد البال العومان ديالها بطبيعه الحال اللي هو صلب واحد من بين الاعمده الرئيسيه اللي غنتحدثوا عليها اليوم عبر هذا البث المباشر. أكدوا لنا أن الصوت عندكم مسموع متابعينا ومتابعتنا الكرام. وحنا كنوجهوا الشاطئ لالة فاطمة. ارتفاع ديال درجة الحرارة في مجموعة من المدن المغربية بداية ديال هذا الأسبوع كاين ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، الناس كتحس بالصوت واخا متزوجاش درجة الحرارة 30 في أغلب المدن، ولكن لكن الناس كتحس بان كاينه الحراره مفرطه، خصوصا بالنسبه للمدن الداخليه بحال مراكش كانت عندها اليوم 34 درجه الحراره، فاس 34، ورزازات حتى هي كتكون طافه بالميم حتى هي 34، العيون 37. هذه مجموعه من المدن اللي شهدت ارتفاع ديال درجه الحراره وخلات الناس انهم يمشوا للبحر، الناس اللي لاقي وقت اللي مازال كونجي، اللي الناس اللي ما خدامينش مع نهايه الاسبوع في فتره ديال الويكاند نهايه الاسبوع، فكيكون كتكون الحركه كتولي الواجهه البحريه شيء مطلوب عند الاسر المغربيه انهم كيتوجهوا للشواطئ الفضاءات العامه اللي فيها البحوره باش انهم يستغلوا اليوم ديالهم، لانهم على الاقل يهربوا من ارتفاع ديال درجه الحراره، ماشي بوتيره كبيره، ولكن مازال الناس كاين اللي كيمشي وكيقرر انه يهبط يتبحر ولا انه يهبط يريح في البحوره هنا في اسفي ولا في مختلف المدن اللي فيها الشواطئ اللي معروفه بالشواطئ ديالها. كان هذا الشاطئ لالة فاطمة ما عامرش بزاف، ولكن كاينين فيه السيارات. خليكم باش تشوفوا اذا حنا كنقول لكم متابعينا ومتابعتنا الكرام هذه الاجواء الجميله الرائعه ديال الشواطئ ديال هذه البلاد هذه ديالنا الحبيبه، وخصوصا ان كيف ما ذكرناكم في بدايه ديال البث بان ارتفاع ديال درجات الحراره كتخلي لنا الناس بزاف يتوجهوا صوب هذه الشواطئ، توجهوا صوب الشواطئ، الناس خاصها تعرف بانها هي مقبله على انها تزور فضاءات عموميه في مرحله ماشي فوقيتها، حنا فصل الخريف انتهى فصل الصيف، انتهوا الناس ديال التخيام، انتهوا لي بلاج، ايضا كتنتهي معهم حتى الفتره ديال الحراسه ديال الشواطئ.
هذه نقطة مهمة ومثيرة ومهمة جدا، خاص الناس ترد البال، الناس اللي كتمشي للبحر انها ترد البال بان الشواطئ ما بقاتش فيها الحراسة، ما كايناش عليها حراسة ديال بالنسبة للسباحين المنقذين. اذا في العومان ديالها تكون رد البال بزاف وترد البال وتعرف فين كيفاش كتعوم وفين كتعوم، خصوصا ان الحركة ديال المد والجزر والتيارات المائية فهي للاسف كتسمعنا في بعض الاحيان الكثير من الاخبار السيئة، الشيء اللي خاصنا نردو معاه البال ونتفاداو، حيت في فترات الصيف كتكون المراقبة مشددة، كيكونوا العملية ديال الانقاذ اذا كتهبط معها النسبة ديال الغرق ديال الناس، ولكن فاش كينتهي فصل الصيف وكتسمع بانه مازال كاينين حالات ديال الغرق اذا كيرتفع، وقيل ربما على حسب الاحصائيات ربما كيرتفع الحصيلة ديالها، حيت انا كنهضر لكم بحال على مستوى مدينة اسفي، فاش كتكون الشواطئ مراقبة فعملية الانقاذ كتكون كثيرة، واخا كاينين الناس كثار ولكن كتكون عملية الانقاذ كثيرة، كيكون الماتريال قريب في البحر، كيكونوا الغواصين، كيكونوا داك الشيء كيكون قريب بزاف، كيكونوا المراكز ديال القرب ديال الوقاية المدنية كتكون قريبة، وبالاضافة للاستعانة بخدمة ديال السباحين المنقذين انهم كيقدموا يد المساعدة، والناس كتكون الدنيا عامرة كيكونوا حداك ناس يقدروا يدخلوا في اي المكان، كيكونوا مستوصفات حتى هي قريبة، اطقم ديال الممرضين، وبعض المرات كتلقاو طباء على حسب المناطق فين كاينين، ولكن اقل حاجة كيكون منقذ اللي كيجيد كيكون ممرض رئيس كيكونوا يجيدون التقديم للاسعافات الاولية الناس اللي تقدر توقع لهم شي حاجة، ولكن هذا الشيء اللي ما كنلقاوش في فصل الخريف بحال كشهر 10، احنا في شهر 10 في شهر اكتوبر ما كاينش المراقبة، ما كاينش الاطقم ديال الحراسة ولا ديال الانقاذ، ما كاين حتى شي حاجة. بطبيعة الحال بحكم ان الفترة سالت موسم الصيف الناس خاصها ترد البال، الناس اللي تهبط تعوم، للاسف سمعنا هذا الاسبوع وفاة ديال واحد الشاب مقتبل العمر في عمر العشرينات في مدينة اسفي نتيجة انه هبط مع اصحابه للبحر، كيف ما كنا سمعناها قبل ما يبدا الصيف كانت بحال هذوك المراحل اللي كنهضر لكم على الشاطئ ما كنهضرش لكم على الكورنيش اسفي، الشيء اللي كيخلي الحياة ديال الناس معرضة للخطر، شي علاش بنادم خصو يرد البال بزاف، ما فيها حتى شي عيب انه يرد البال الوقيته اللي بغى يمشي للبحر ولقى الوقت ديالو، حيت بحال كان الويكاند نورمال في العاده ان هذه بدايه الاسبوع ولا حنا على مشارف نهايه الاسبوع، فابتداء من غدا الجمعه كيبداو الناس انهم يتوجهوا للمناطق الساحليه اللي فيها البحوره، يا غيهبطوا يدوزوا النهار ولا كيهبطوا يدوزوا هذاك الويكاند ديالهم، كيباتوا بحال في اسفي كيباتوا في الصويريه ولا يباتوا في الكاب ولا في الوالديه ولا في اير في حيوط الشعير في الشاطئ ديال البدوزه في الكاب، والشاطئ ديال كرام الضيف في اير، ولا الشاطئ ديال الصويريه نيت في جماعه المعاشات، ولا بحال هنا كيجيو يدوزوا النهار ديالهم هنا في الشاطئ ديال اسفي ولا في الشاطئ هنا ديال لاله فاطمه فين كنتواجدوا حاليا حنايا. فالناس انها خاصها ترد البال بطبيعه الحال، ترد البال اثناء السباحه ديالها بانها ما تلعبش مع البحر، هذه نقطه مهمه انا خصكم تعرفوها. اذا الناس مع التواجد ديال الحر وارتفاع ديال درجه الحراره ايضا الله يحسن العوان، الناس اللي ما كتقدرش انها تسالي بحكم الخدمه والظروف والالتزامات والوليدات كيقراو ف كيتصعب عليهم العمليه انهم ينتقلوا باش يستمتعوا بالاجواء ديال البحر، تصعب مع العمليه انتقال للاجواء ديال البحر. ربما هذا الاسبوع القادم كاينه عطله ابتداء من يوم الاثنين، اذا الناس غتقدر انها تستغلها، ولكن في نفس الوقت خاصها تبقى مقابلة الوليدات والقرايه ديالهم ويكونوا موجودين في الفتره ديال الامتحانات، راهم بداوا الدراسه ديالهم يردوا البال للكونترول وداك الشيء. اذا غنخرجوا هنا دابا حاليا من شاطئ لاله فاطمه ونتوجهوا صوب مدينه اسفي على بركه الله. جميلة ورسم جميل كيرحبوا به الناس ديال الشاطئ، كيرحبوا به الناس تاع الشاطئ الصويري ديال لاله فاطمه. الاشاره في لاله فاطمه كتوفر على 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 نادي ديال تعليم السباحه، كيشرفوا عليه مجموعه ديال الشباب، هذه شهاده عطوها في حقهم، شباب اللي كيخدموا بشكل دائم.
ذاتي وتلقائي. تقدر تجيبوا وليداتكم بأثمنة ربما رمزية، شبه رمزية، ان بالنسبة لهم يستفدوا من هاد الرياضات. فالمسألة خلوا الوليدات ديالكم يتريني وخلوهم يلعبوا ويحبوا الرياضة، أفضل من أنهم يتعلموا حتى شي حاجة أخرى اللي تقدر تكون خايبة عليهم. علموهم الرياضة، علموهم الكرة، علموهم السباحة، علموهم ركوب الأمواج، فيها مجموعة ديال الأصناف. أحبوا من وليداتكم في الرياضات البحرية، خصوصا الناس اللي كيكونوا ساكنين في المدن البحرية. السفيرة فيها دابا حاليا جوج ديال الأندية على ما أعتقد، هي أقل حاجة فيها جوج ديال الأندية. النادي ديال الكلوب ديال السيرف في أسفي في وسط الشاطئ، شحال ديك الورقة شحال؟ خمسة دراهم الولوج للشاطئ ديال لالا فاطمة. الله يعاون. ما تبقاش تفادى معاه النقاش وتفادى معاه شت لي وقت عليك، والله ما تخلص 5 درهم تخرج. الناس مازال كتولج في هاد اللحظات الشاطئ لالا فاطمة. في السياقة ديالها، السياقة انها ماشي شي حاجة زوانة تقدر ديرها، تقتبط رد البال. المهم هما راه كيديرو لك هنايا هاد الحجر ملون، معرفش واش هيبان في الظلمة. المهم مدخل على قد الحال، كنتمناو انهم يرسمو ليه ميزانية من اجل اعادة التهيئة واعادة الهيكلة. هاد الشاطئ ربما كيحتاج التفات احسن من هاك، ربما ان الشاطئ يحتاج التفات احسن من هكا، ربما يحتاج انه يتم دعم ديال فرص الاستثمار عندنا في المنطقة على مستوى الخط الساحلي. فرص الاستثمار ماشي منازل، ماشي مساكن خاصة، فرص الاستثمار، مقاهي، اندية رياضية، يتم توزيع مجموعة ديال الانشطة اللي تكون فعالة في المردودية الاقتصادية ديالها. ربما سالا فصل الصيف، ولكن المردودية والحركة مع ارتفاع ديال درجة الحرارة هاد المناطق هادو اللي كيكون فيهم الساحل، الناس كيبقاو مع ذلك يمشيو ليهم. بحال هكا في هاد الويكاند، الناس السبت والحد مع الاسبوع القادم العطلة، مجموعة ديال الساكنة ديال المدن اللي غيتمكن لهم انهم ينتقلوا صوب مدن ساحلية، فانهم غيتوجهوا على سبيل المثال لاكادير، يمشيو لكازا، النواحي ديالها، طماريس، بوزنيقة، المحمدية، المنصورية ديال المحمدية، مجموعة ديال المناطق. غيزيدو يقربوا المناطق اللي فيهم الساحل، زعما فيهم شواطئ زوينة، يقدروا يمشيو يستمتعوا رفقة الأطفال ديالهم ولو على مدة يومين ولا ثلاث أيام، خصوصا الناس اللي كانوا خدامين في فترة ديال الصيف كيبقاو ياخذوا غير واحد يومين ولا ثلاث أيام. وغيستغلوا أيضا هاد الدرجة ديال ارتفاع درجة الحرارة أنهم غيديروا هاد المسألة هادي، وفعلا غيمشيو المدن ولا المناطق اللي فيها زيادة. إذا خاصها تكون توفر لهم مجموعة ديال الشروط اللي من خلالها كتمكنهم باش انهم يريحوا في ظروف جيدة، يكون عندهم يلقاو اشنو يديروا في ليزاكتيفيتي ديالهم فاش يمشيو لتما. على سبيل المثال هنا فطور كيصوب الماكلة، هنا هذا كيخدم السبت والحد، مع العلم انه تحط ليه مثلا يدفع شي طلب ويقاد البريسة ديالو ويخدم بشي طريقة زوينة احسن، غتزيد زعم الناس، والناس حتى هما غيوليو يعرفوا بانهم الى جاوا مثلا لهاد المنطقه هادي ولا خرج على الطريق القريب. حنا دابا هذا اسفي الصويره، هذه الطريق ديالها، هذا شاطئ لالا فاطمه،
ومن الطرف الاخر كاينه الجديده الوالديه. هذا حنا في كروازنا منطقه ديال الطرق، هذاك الطريق كدير الجديده الوالديه، هذه الاسفي، هذه اسفي والصويره، وهذه من حنا خارجين من شاطئ لالا فاطمه. اذا حنا غنتوجهوا لاسفي على الطريق اللي كتسمى الطريق العوجه ولا الطريق البيضاء ولا عند مجموعه ديال 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 المسميات، فهي طريق جانبيه كتمشي حتى للنقطه ديال اسفي عندنا من الوسط. هنا هذيك الطريق البحريه هي هذيك، ولكن هذه الطريق اللي كدوز من الوسط هذه قريبه نوعا ما، كتتصل علينا حنا في المسافه واحد 7 كيلومتر تقريبا، شحال خلينا 12 كيلومتر باش ناقصه على الطريق الساحليه. فاذا مجموعه ديال الناس اللي كيكونوا مزروبين ولا عندهم ما يدار ولا غير بغا يختصروا عليهم الطريق ما هابطينش باش يستجموا ولا شي حاجه، فانهم كيقروا انهم يشدوا على الطريق اللي كتجيهم قريبه، هي في الاصل قريبه لهم على البحريه. اذا عوده من الانشطه الاقتصاديه، الناس خاصها تستغل الفرصه خصوصا الساكنه ديال مدينه اسيوط، ايضا المدن اللي كيواجهوا فيها الناس، انهم راه مازال الاكتيفيتي ربما مازال كاين نشاط نوعا ما على مستوى تقدروا انكم تحركوا، ولا ان كاين نشاط على مستوى المدن الساحليه بحال قبيله شفنا الوالديه في واحد 5 ديال الدقائق جبنا فيها غير دور اخرى، لقيناها بانها ربما اغلب المحلات التجاريه هي مغلقه بسبب كيقولوا ربما انه كيوقع داك الركود الاقتصادي، انه ما كيبقاش في هذيك الكثافه ديال الزوار. الشركة كيخلي مجموعه ديال الضجه اللي كيكونوا كيمتلكوا محلات تما كانوا يسدوا في خلال فتره الصيف، ولانهم كيجوا تما في الصيف كيكونوا المحلات بشكل موسمي كيكونوا فقط فتره الصيف ويزيدوا في حالتهم، اللي كتكون عندهم محل تما كيخدموا فقط فتره ديال الصيف. بالنسبه لفصل الشتاء كتجي عمليه صعبه، من غير الا كان عندهم مثلا فنادق ولا مطاعم اللي هي معروفه، فهي اللي كتبقى قادره انها تصمد في وجه فتره الركود، وايضا كتولي قبله مهمه الناس اللي كيكونوا متواجدين ابناء المنطقه ولا الناس اللي كيكونوا في زيارات دائمه ومتعدده لمجموعه من المناطق. نهايه المطاف ما كتوقفش الحركه التجاريه بشكل تام، كيبقاو القهاوي خدامين ربما الكيان كيهبط، ولكن القهاوي كيبقاو خدامين ومجموعه ديال الانشطه كتبقى خدامه في مجموعه ديال القطاعات. على سبيل المثال القطاع ديال لي زويدر، الناس كيطلعوا حتى الوالديه كاين اللي كيشد الطريق منين كنت حتى لين كنت باش فقط انه يستهلك ذاك المنتوج ديال الوالديه، وضربه مشيت بحيره مثلا الناس تقدر تجي من جديده، تقدر تجي من كازا من مراكش تمشي تدوز واحد النهار ولا يومين في الوالديه مثلا. هنا نفس المساله خاصها تطبقها مدينه اسيوط الاقليم ديال اسيوط على توفير مجموعه من المشاريع استثماريه سياحيه في الشواطئ ديالها، انهم يعرفوا يستغلوها احسن استغلال. اذا المتابعين ومتابعتنا الكرام، قبل ما ينقاد علينا البث بسبب ضعف تصبيب الانترنت، وانتم كتشوفوا معنا الطريق اللي حنا كنتوجهوا فيها صوب مدينه الاسفي اللي بقات بعيده علينا تقريبا بواحد قرابة نوصل، المهم بقات تقريبا واحد 6 ولا 7 كيلومتر تقريبا غينقطع في واحد اللحظه عندنا معينه